لقيت مروان يعرف صديقته سارة الغانم على أصدقائه اليوتيوبرز في حفلة عيد ميلاده ويعلن عن سفره. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر غيت مروان، فغيت اختار بالأمس أن يحتفل بعيد ميلاده 29 وسط أقرب أصدقائه من اليوتيوبرز، واختار غيت مكانين للاحتفال، الأول كان بالبحر والثاني كان بالصحراء، وأيضا غيت مروان عزم صديقته سارة الغانم للمكان الأول والثاني، حيث كانت هناك وقامت بنشر ستوريات في صفحتها بالإنستغرام، والواضح أن غيت مروان بدأ يعرفها على أصدقائه اليوتيوبرز، واليوم قام غيت مروان بعد احتفاله بعيد ميلاده مباشرة بعمل PCR لكورونا، والواضح أنه يستعد للسفر وما زلنا لا نعرف وجهته التالية. هالقاعدة محليها، هاي كيوتي تذوما محلية، هاي وكل جماعة، هاي 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 معنا نار فوق 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 ما قبل الزمن ما قبل الزمن ما قبل الزمن راح الزمن سرعة سرعة الزمن سرعة على مر الزمن اسبوع 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 لا 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 ويكند ويكند يلا 30 ثاني 30 ثاني ويكند ويكند شغل 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 الصباح الصباح يوم الثاني مدير 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 يوم الثاني الصباح الصباح يوم الثاني لا حتى مدير 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 يوم مدير Comment ? Et lui, il comprend pas. Le monsieur comprend pas. Le connard, tu comprends pas ce que je dis. Le connard, tu comprends pas ce que je dis. Là, je t'insulte, tu me comprends pas. Ben non. Et ben non, tu t'es con, toi. Je t'aime. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثيرا لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. Where's Garrett?